الكلور تايب كوتشون زي دون عد لون مجهد يلي ما دام عد له ما دام عد له الليثي نتاع محمد السادس الله ينصر الله يعد له الظهر ديال الليثي علاش هذاك خلاوه مكسور يلا ما يمكنش السلعه كاينه موجوده الحمد لله الله الخير ولا لا واش ايوا ذوقوا الوجه وخلاو الظهر خالص ما يمكنش حنا الطريق من تما كيفوتوا للوار علينا يفوتوا للوار يجريو ويطلعوا العجاجه في الخبرات شوفوا الشيء هذا كاع عينينا يمكنش اولي ما قديناش هذيك الغبره وداك نبغيو الصح اليوم نبغيو نحلوا البيبان ودخلنا الهواء ما نبغيش ما نقدروش نحلوا الباب كثرت الخنز اي والله وما بقاش بزاف غير واحد الشويه اي والله انا بعدا وجع عينيك قلبي ما قديتش ما نصبرش اولي لهاد المناكير ولا اله الا الله محمد رسول الله الله يهدي ما هو هذا جارنا اه جاري يسكن في دار حدايا السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى اجا لاباس 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 جاري الله لاباس عبد الرحمن بقيت على هادو هنا والو قلنا هادو هما لحقاش بادية منا واه منا غادي يطرق اسمح لكم شي حاجة واه واش تهضر مع الاخر شنو المشكل اللي واقع شريف؟ شنو المشكل اللي واقع هنا في الدقه ديالكم في الشارع؟ المشكل اللي واقع سيدي هنايا راهم من صوبوا هذه البلاصه راهم قطعوا الطريق ما الناس اللي يجيو فايتين من هنا ما يجبروا من يفوتوا هذه الاولى وثانيا من مره الزبال يجيبوهم من جهه اخرى ويديروها هنايا وثالثا حنايا كنا العجاج هنايا وكل شيء وما قديناش لهذا الشيء لهداهم الله يجيو صابوا لنا هذه وراهم صابوا كاع راها ولات الطريق رئيسيه ولا كيف هذا الطريق رئيسيه هنا راه يفوت الوطن ايوا هذا ما نقولوا ونطلبوا هذه المصلحه عامه ماشي غير لينا حنا ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين السلام عليكم هذه خدمه هذه وهذا الحيط نتاع الدوله اللي راهم دايرينه ماشي اليني واش هذا هو هذه هي المدرسه نتاع محمد السادس اللي يديروها هكذا عيب واه باش ما بني كنت على دراري كنت فاكر راه ديجا طاش على المره نعاودو نتاع المره مي راه نوتك وهذيك الجدره قلعت تقلب الحيط كامل الحيط تقلب هذا هو المشكل من بعد عاد والريحه والخنس قدينا شو العجاج والعجاج سهلتو انت العجاج هذه الحساسيه والله ودي العجاج الا كنا الحيوط طيبناهم بالماء يسمعوا كاملين اللي واقفين معاك هذه الزباله تعرف شحال من شهر وياها راه عندها عام عام وهي هكا وماما الزياره الملكيه ما لقاوها يلا عام وهي هكا ماما الزياره الملكيه خلاوها يلا ها حتى البيدو ما كيديروه لناش حنايا هانت اللي راه حنا غادي رحنا نشكيو عليه راه مصلحه عامه كاع الناس راه كاع الحومه اللي من هنا حتى اللي شدنا واللي من هنا يفوتوا والمجتمع ما نهضروش عليها المجتمع راه صحاب برضه. واه. داخلين المدينة وداخلين المدينة. هذا مرة الشارع.
يفوتوا في الغيس هنايا من تبنوا راه ما كاينش اللي يفوت. انا ماشي مسافه كبيره اللي غادي توصل هذا